نحن هون هربنا من الموت من جبل الكراد اللي هو هالمنطقه هاي، موت السريع هربنا منه، جينا على الموت البطيء. خيام ما بتتحمل، صار لها سنه سنتين معنا، هاي تخاني ما بتشيل معنا، المي عم تمرق علينا، حطب عنا، صرنا نلم جذور الحطب اللي قلبوها للارض عم ندفع عليها، ما في بتقيمنا 10 ايام هاي، من وين نجيب مي؟ ما عم بتوصل لنا بسبب الوحول والامطار والمي. ليك شوفها في عينك انت، شوفه وتفرجه يا اخي. لا اله الا الله، نحن منسيين، ما حدا عم بيجي صابنا، لا معونات ولا لباس ولا اكل ولا شرب ولا حتى المستوصف بعيد عنا 800 900 متر بالشتاء، اذا ولد مرض ما فينا ننقله من هالوحول هاي وهالامطار. ناقصنا شيء كثير والحمد لله. خلال 3 ايام اللي مضوا علينا بهالعاصفه المطريه اللي صارت، يعني مرينا بمرحله صعبه جدا بموضوع هون الخيام، بسبب الخيام المنزوعه عنا، يعني من اول مطره صارت تدلف علينا المي، والله الاغراض جوا ضمن الخيم يعني صارت كلها مي تمام. وعنا هون بالنسبه للطريق يعني ما حسنا نسلك فيه ابدا، يعني بدنا نمشي انه نطلع لفوق على دكان نجيب اغراض ما حسنا بسبب الوحل اللي عام هون عنا والامطار اللي صارت هاي. نحن نزحنا من البراميل النظام واجينا على المخيم، لقينا اسعى الموت هون اكثر من البرد، وهاي العودان عم نجيبها من الجبل من فوق ما عم تدفينا خالص، كم يوم بيخلصوا، ومانا قد نشتري الحطب المنيح ب70,000 والنفط مانا قدرنا نجيبه ونشتغل فيه، وعيشتنا صعبه كثير، يعني عيشتنا صعبه كثير بالشتاء. خلال عاصفه طافت العالم كلياته هون بالخيم، طفنا كلياتنا بالخيم، بعد ما طفنا وصارت العالم تحفر تعزل عن حالها، وغردينا كلياتنا مي، اغراضنا هدومنا كلياتها غدينا مي. نحن الان في مخيمات الشمال السوري، مخيمات الزوف، مخيم الاخاء، اطلقنا نداء استغاثه للجمعيات والمنظمات الخيريه العامله في سوريا لتوجيه اهتمامها الى هذا المخيم بعد تعرضه الى عاصفه مطريه شديده البروده مما ادى الى تمزق الخيم وتغطية النقص الموجود عندنا من مدافئ ومن مواد التدفئة عن طريق فحم حجري أو بيرين وتأمين العوازل أو الخيم اللازمة.